الفنان الجميل طارق الدسوقي. اهلا بحضرتك في معهد الفنون المسرحيه، واهلا بحضرتك النهارده في افتتاح المسرح في معهد الفنون المسرحيه. تحب تقول ايه لحضرتك في يوم زي دوت؟ هو احب اقول لكم، انا اللي اقول لكم اهلا، ان ده بيتي ومكاني، فانا بشرف ان انا احد خريجي هذا الصرح الاعلامي الاكاديمي الجميل، وكل ما باجي هنا بستعيد ذكريات من اجمل ذكريات العمر الحقيقه، ومبسوط جدا وفرحان باللي عمله دكتور اشرف زكي عميد المعهد، انه جدد المسرح المعهد وجدد كل القاعات التدريب. ده كانت يعني حاجه يعني كان المفروض تتعمل كمان من سنوات، ولازم تبقى في هذه الصيانه الدوريه، لانه الحقيقه مش عايز اقول لك يعني وقف على خشبه المسرح ده وعلى قاعات التدريب دي كل نجوم ونجمات مصر اللي هم يعني من كل الاجيال اللي هم اتخرجوا من هذا المكان. ف الحقيقة أنا سعيد جدا 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 وفخور باللي حاصل، وسعيد بوجودي هنا وأنا بستعيد ذكريات جميلة جدا وبقابل زمايلي وزميلاتي عشرة العمر. تحب حضرتك تقول إيه للجيل الصاعد اللي راغب في التمثيل، وخصوصا إن هو مش دارس؟ أقول لهم إنه ده المكان الشرعي الوحيد والبوابة الحقيقية اللي هي تثقل موهبتكم بالدراسة والتدريب، اللي هو المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وده قسم الوحيد والمعهد الوحيد اللي موجود ده حاليا دلوقتي في العالم العربي كله في الشرق الأوسط، وبيضم نخبة من كبار الأساتذة في أساتذة التمثيل وأساتذة الإخراج، وحيستفيدوا كتير وحيتعلموا كتير وحيثقلوا موهبتهم بالدراسة. فأنا بقول لهم لازم تتوجهوا لهذا المعهد وتحاولوا أن أنتوا تبقوا طلبة ودارسين فيه. شكرا من الفنان طارق الدسوقي، ألف شكر.